طبعا تركيا طبعا قوة كبيرة، يعني مسألك انها تبقى المنافسة هنا منافسة ضعيفة، يعني دي حاجة، يعني حاجة ان هي ممكن مش جال موضوع، يعني هي حكاية كهجيج طالبان طبعا هيتاخد على محمل الجد، ولو حصلت وان تركيا بقت طبعا حركة طالبان هتهاجمها، لكن في نفس الوقت تركيا هترد عليها. بس هو مش جه، هو جه الاشكال حوالين جدوى وجود قوات تركيه او بقاء القوات التركيه وهي عجقه 50 جندي تمام في هذا المستنقع زي ما وصفته المعارضه. بمعنى تاني انه طبعا ما فيش شك انه في رهانات تركيه حوالين الوجود التركي في افغانستان. اول حاجه هو كسب وجه إجابة جو بايدن، نعم صحيح. وطبعا وطبعا تركيا ألحق بالمناسبة، يعني مش الولايات المتحدة الأمريكية اللي قالت لتركيا تعالي انت يعني كيب انت وكده، لا هي تركيا اللي طلبت. أول حاجة اللي كسب وجه الولايات المتحدة الأمريكية وإجارة بايدن كحبيب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا بقى رهانات على الابعاد الدينيه والتاريخيه لحلم اردوغان، لحلم الرئيس التركي اللي هي وهي العثمانيه الجديده. دي معكراتها ايه؟ معكراتها انه طبعا زي ما انت ساعتك عارف انه في افغانستان في اقليات امتجاج تركي اللي هي الاوزبك، الاقليه الكركمانيه والاوزبك، فطبعا الاثنين دول امتجاج لي بيتكلموا باللغه التركيه وطبعا مسلمين سنه. اجي نمره واحد. نمره اثنين انه جاء انه هذا الامتجاج مع التواصل اللي حصل واللي تركيا شجعته ان هي عملت علاقات، يعني اقامت علاقات بين الاقليه الكركمانيه والاوزبكيه مع جماعه الاخوان المسلمين او بقاء او ما يسمى حزب الاصلاح، وجاء ذلك توجه اخوان المسلمين. من هنا أردوغان بيتخيل أو الرئيس التركي بيتخيل إنه البعد العرقي والإثني والديني والتاريخي مع كسب وجه الولايات المتحدة الأمريكية، وما تنساش إنه برضه في رهان في الجزئية دي إنه أي اعتداء على القوات التركية بالضرورة هيبقى اعتداء على قوات الناتو، يعني معنى كده إنه لو حصلت حاجه من ممكن ايه انه هي ايه الناتو يخش يحمي القوات التركيه، برضه جاء جزء من الرهانات. لو جمعت كل ده هو جاء المعقد الاساسي اللي على اساسه اردوغان هيقعد في يبقى في افغانستان. السؤال جاء بقى مرجوجه ايه على الشعب التركي؟ هو ده السؤال. طبعا مرجوجه هيبقى سلبي. ليه؟ ولذلك اول عفوا حاجه الاستاذ عبد المجيد، يعني عفوا المقاطعه، ولذلك الان المعارضه الداخليه في تركيا تطالب بسحب جنودها من افغانستان ومن هذا المستنقع كما وصفته، لكن كما ذكرت تركيا هي التي طلبت واصرت على البقاء لكسب ود واشنطن في افغانستان، اذا كيف سيتصرف الان اردوغان مقابل هذه الضغوط الداخليه من المعارضه؟ ما هو كان في 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 صحفي بارز الاستاذ مصطفى بالباي كان اقتبس مقوله من نابليون بونابرت اللي هو قال فيها مش مهم انك تحبني بس موت من اجلي. طبعا شوف الكابشن، يعني دي مقوله مهمه جدا، ده بينطبق على الالحاح التركي على الرئيس الامريكي جو بايدن. طبعا ما في ايه ما فيش وجه من اشياء، لكن إيه؟ يعني جو بايدن شافك ان انت ايه ان كان ما بتحبنيش لكن ممكن من اجل، هو قال هيموت من اجل ايه؟ من اجل الامريكان. وقال له قالوا ايه سواء كانت المعارضه العلمانيه او المعارضه القوميه المحافظه بالمناسبه، يعني من جزء من المعارضه اللي بيعارض وجود القوات التركيه داخل افغانستان او في المستنقع الافغاني، مش بس العلمانيين، القوميين والمحافظين، يعني حزب الخير اللي هو اي بارتي جماعه قومي محافظ، عندك اللي هو المستقبل، عندك اللي هو التقدم والديمقراطيه اللي هو حزب جيفا اللي بيرقصه علي باباجان، مجا مسلم قومي محافظ. يبقى معنى كده ايه؟ انه المعارضه ليست قاصره على العلمانيين فقط، وانما هي شرائح واسعه من المجتمع التركي جد جد. جاء ليه؟ نتيجه جاء هيضيف اعباء على الداخل التركي اللي هو اساسا مأزوم، يعني ساعتك عارف بعد تداعيات كورونا اتأزم الاقتصاد التركي وتراجعت العمله او الليره الى الوراء الى الوراء.
كمان زياجك المجانية كأكل الاحتياطي، يعني كل هذه المسائل كمان بتجيب عبء آخر على الوجوه، على الدخل الكردي. الحاجة بقى التانية، سؤال بقى مهم، هل الشعب الكردي هيتحمل مقتل جنود أكراد في أفغانستان؟ دي نقطة مهمة ونقطة مفصلية. ليه؟ لأنه دلوقتي شبح الملف السوري بيطلع من جديد. برضه مصطفى بالباي قال إن أردوغان مصر على إنه يقرر الفشل بعد ما معج السقوط في المستنقع السوري، أهو بيسقط في مستنقع آخر هيكون أشد وطأة، ألا وهو المستنقع الأفغاني. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد المجيد مدير مكتب الإهرام في أنقرة، شكرا لك.